حرب لم تسبقها حروب، دول وأحلاف وملايين الضحايا، وعالم يتأهب للنهاية. لكن مفاجأة لم تكن في الحسبان غيرت كل هذا. فبينما تضع الحرب العالمية الأولى أوزارها، يصاب جندي في معسكر بفيروس غامض يتحول إلى وباء يحصد أرواح 50 مليون إنسان، وهو 3 أضعاف ما خلفته الحرب العالمية الأولى، ويصيب 500 مليون، وهو 10 أضعاف ما خلفته تلك الحرب بكل ما فيها من سلاح وقتل ودمار وعتاد. فماذا تعرف عن الإنفلونزا الإسبانية؟ عدوى فيروسية من عائلة الفيروسات H1N1، تشبه أعراضها أعراض الإنفلونزا التي نعرفها، لكن في يومها 5 تقريباً تتحول إلى قاتلة. تخترق الجهاز المناعي لتبدأ الأعراض التي لم نكن نعرفها: صعوبة في التنفس، ثم تحول الوجه إلى اللون البني الداكن، ثم الأزرق الداكن، ثم الجسم كله أسوداً، ثم الموت. فيروس خطير داهم العالم، لكن خطره الحقيقي كان يكمن في قدرته الهائلة على اختراق الجهاز المناعي للشباب في الفئة العمرية بين 20 إلى 30 عاما، إذ شكل الضحايا من هذه الفئة وحدها نحو 30% من إجمالي الضحايا، في مقابل 17% لكبار السن فوق 70، في حركة فيروسية تحير المختصين حتى اللحظة. ليست إسبانية. نسب العالم الفيروس إلى إسبانيا وأطلق عليه الإنفلونزا الإسبانية، لكن الحقيقة أن الفيروس لم يبدأ من هناك، لكنها كانت الأشجع في الإعلان عن أولى حالات الوفاة به. فبينما تكتمت دول العالم على الإصابات والوفيات حفاظاً على معنويات شعوبها وجيوشها مرتفعة في الحرب العالمية الأولى، سارعت إسبانيا التي لم تكن مشاركة في الحرب لإعلان وفاة أحد مواطنيها بفيروس غامض وإصابة آخرين. وسائل الإعلام التي منحها الإسبان الحرية في تغطية الكارثة قامت بدورها حتى توصلت إلى خبر إصابة الملك ألفونسو 13، وتابعت تطورات الفيروس ونشر الأعداد الكارثية حتى التصق بها اسم الفيروس زوراً. إذن كيف بدأ الفيروس؟ في ربيع عام 1918، عشرات الجنود المدججين بالأسلحة والمتكدسين في معسكر بولاية كانساس الأمريكية يفاجؤون بزميلهم لا يلتقط أنفاسه، ومع محاولات إنقاذه المتكررة لم يتمكن من ذلك، ما دفع قائد المعسكر لإرساله واثنين من زملائه لمحاولة تلقي العلاج في مستشفى قريب، لكنه لم يعد حيا. وعاد أصدقاؤه بالعدوى، وعاد الممرضون والأطباء الذين اختلطوا به أيضاً بنفس العدوى إلى منازلهم وأسرهم. هذه إحدى الروايات حول منشأ الفيروس، لكن روايات أخرى تنافسها أغلبها ترجح بداية الفيروس في معسكرات الحرب العالمية الأولى، منها معسكر إيتابليس في فرنسا ومعسكرات الصين أو النمسا. كلها روايات منعت تعتيم في ذلك الحين التأكد من صحتها. المؤكد الوحيد فيها أن الإنفلونزا الإسبانية لم تكن إسبانية. الانتشار القاتل. الفيروس الذي أصاب 1/3 سكان الأرض تقريباً وخلف أرقاماً ضخمة من المصابين والقتلى، وتأهل بذلك لأن يوصف بأخطر أوبئة العصر الحديث، لم يبدأ بهذه الخطورة، بل رجح الأطباء إمكانية السيطرة عليه ومحاصرته داخل معسكرات الحرب لو أن الحكومات تعاملت بشفافية وجدية من أول الأمر. لكن الحرب دفعت الجميع للإنكار، إذ قدرت ضحايا الجائحة الأولى بمئات الآلاف حول العالم. ومع دخول صيف 1981 تراجع انتشار الفيروس بشكل مبشر، لكنه عاد مع بداية الخريف بشكل أكثر شراسة، منطلقاً من احتفال شعبي في فلادليفيا الأمريكية، ليفاجأ الأمريكيون بعد 4 أيام بألف قتيل بالفيروس وعشرات الآلاف من المصابين. البحارة والتجار نقلوا الفيروس حول العالم ليصيب الملايين، ويفقد بلداً كالهند 5 سكانها بعدد ضحايا اقترب من 17 مليون إنسان. ما بعد الإنفلونزا الإسبانية؟ كان النصف الثاني من القرن 19 وبدايات القرن 20 فترة انتشار كبير لفكرة الانتقاء الجيني، التي تعني ببساطة اختيار الأنواع الأفضل بين البشر عرقا وصحة للتكاثر واستبعاد أصحاب الجينات غير المرغوب فيها.
الوباء كتب نهاية هذه الفكرة، إذ جاء انتشاره من مناطق يعتقد أن سكانها من أصحاب الجينات المرغوبة، وضرب الجميع ولم يفرق، واستهدف الأصحاء من الشباب أكثر من كبار السن، ليدرك العالم بعدها هشاشة تلك الفكرة. على مستوى سياسات الصحة العامة، أوحت حالة انهيار المنظومات الصحية وعجزها عن استيعاب المرضى بفكرة إنشاء وزارات مستقلة للصحة وتدشين برامج صحية لاكتشاف الفيروسات والأوبئة وإعادة هيكلة الأنظمة الصحية الموجودة. إلا أن الإنجاز الأهم كان التأسيس لفكرة التأمين الصحي التي بدأت في روسيا بنظام رعاية صحي مركزي عام 1920، تابعتها دول مختلفة حول العالم.